انا هعمل دلوقتي شويه بتنجان مخلل جامدين جدا بيتكلم مصر. ده البتنجان بتاعنا بالوانه الموف الابيض الاسود الحاجات الجميله الحلوه. ازاي اتعمل يا عم الشيف؟ نأمن على الزيت بتاعنا اخباره ايه؟ مقاديره على الشاشه بتنجان مخلل الزيت اخباره ايه؟ سخن حلو يا نعم. البتنجان معانا، هنبدا ان احنا نفتح البتنجان ده الاول. اه موجود يا فندم معانا البتنجان الحلو الجميل والمقادير على الشاشه. حلو اه ده متفتح، الله يبارك لك يا ام شهد. اه ده ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اه بسك اه 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 والله جيت اهو. اه لازم يتفتح كده عشان يتحمر اهو. في طريقتين لتخليل البتنجان، انا بحب البتنجان المقلي مش المسلوق، مش طريقه المكدوس. اخواننا السوريين بيعملوه مكدوس، بيسلقوه في ميه مغليه بشويه ملح وبتسلق، وبعد ما بيتسلق بيتعمل يا عم الشيف ايه؟ اه اه شفت الفتحه دي؟ اه فتحه كده زي الجيب اهي اهي، عشان بعد ما يتقلي في الزيت هنعمل له الخلطه بتاعته اللي احنا نحشيه بيه. اه طبق البتنجان ده يا اخواننا لا يخلو من على السفره، سواء عامله مشويات، سواء عامله اكله سمك، سواء عامله ملوخيه زي بتاعت النهارده، عاملين وز، عاملين بط. طبق البتنجان ده احنا المصريين بنعشقه، واحسن حد يعمله الام المصريه بتنجان مخلل. بس اهم حاجه تحط في الخلطه دي يا عم الشيف شويه شبت، ما تكتريش الشبت. شبت مع توم مع زيت زيتون مع قرن فلفل حار مع شويه شطه مع معلقه فلفله حلوه. الله هو ده. زيت زيتون الحاجات دي كلها بتنجان. برضو سايبين حاجات مش مفتوحه، قرن الفلفل ده هنحطه معاهم برضو فتحه دي كده. قرن الفلفل ده لازم. سامعين صوت الرز؟ نوطي النار بقى. حاضر يا فندم، حاضر نهدي النار على الرز. نهدي النار خالص. مهم جدا. غلي الرز نهدي النار عليه، ده الطبيعي. عشان شفت الرز. ايه العبره ان الشيف المغازي حاطط قرن؟ انا عايز الرز ده يستوي ودوقيه بعد كده، هتلاقي نفسك انت عملت شويه رز محدش كلهم بالطعم ده ومحدش عملهم بالطعم ده. الشوربه هنا او ميه الرز هنا خلاها طعم وفليفر مميز. حلو. نغطي الحله دي بقى ونسيبها ايه على نار هاديه، اتقل على الرز لما يستوي. زي الفل. ياخد وقته. قد ايه الطايم؟ لو بتعملي نص كيلو رز في حله زي دي كده، يعني مش عايز لك اقل من 30 دقيقه 25 دقيقه. اوعي في حياتك تعملي رز بميه بارده، لازم الميه تكون بتغلي اللي بتحطها على الرز المتفلفل في السمنه البلدي قبل ما تحط عليه الشوربه او تحط عليه الميه. ده مهم جدا على فكره. نهدي النار عليه زي الفل. تستهزئ بشويه رز بتعمليهم؟ بالعكس، ده الرز وطبق السلطه عنوان سفرتك. حلو الكلام الحلو ده بيطلع ازاي؟ الرز الابيض على السفره ساده، وسلطه خضراء او بتنجان مخلل الحاجه اللي بتعمليها عنوان السفره. تاني ظبطيهم كل حاجه بعد كده تبقى مظبوطه معاكي. طبعا البتنجان معانا، هنشوف اخبار الزيت ايه. الزيت ده سخن ولا ايه الحكايه؟ بص على الدنيا كده. لا الزيت بقى، يبقى احنا ايه نحمر في حاجه تانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نحمر شوية بتنجان علشان نخلل البتنجان. اللهم صل على النبي. يا نعم الله عليك، انت ابن حلال والله. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف ازاي تحمري بتنجان تخلليه بقى تعمليه بالدقة، ازاي ما يشربش منك زيت. التفاصيل الصغيرة دي اللي تهمنا في مطبخنا والكلام الحلو الطيب هنشوفه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. بص انا اقول لك على حاجه، الزيت ما كانش مولع، اتكلم الصراحه انا عشان اللي بيكذب بيخش النار، خلي بالكم. وانا حمرته في طاسه. فالمفروض البتنجان ده بعد ما يتحمر نصفيه من الزيت ونجهز الخلطه بتاعته والحشوه بتاعته اللي هي عباره عن فلفله حلوه، كزبره، ثوم، شبت، زيت زيتون، عصير ليمون، بهاراتك ملح وفلفل وكمون. وناخد الخلطه دي نحطها مكان ما فتحنا بالسكينه، ونرصه في صينيه او في برطمان ونحط عليه شويه زيت زيتون ونخليه في التلاجة كل يوم طلع منه 2 3 بألف انا وشفا.
والرز خلاص انا غرفت الرز بلبن. حالا اهو. حاضر عينيا. الله. فانت ما تنتظرش البتنجان يطلع دلوقتي عشان برضه ايه ما تعملش حسابك افتح لك الشاي برضه فلفل اهو، خلي بالك عندنا بديل.